مش قادر كم ده على سهوة حصري ده معلم على القهوة تيتي ودمخها تعبانة وسنية شرانية ونانا لعيبة لا يمكن ننساها روح مريم وياسين مع طه كل دول بيعملوا ايه بيمثلوا في ولاد الايه بص شوف الكرة يا ولاد الايه يا نجوم الكرة يا ولاد الايه في الصورة أسطورة يا ولاد الايه يا بتوع الفيفا يا ولاد الايه فن وحرفة يا ولاد الايه كمان جماهير وحاجات بتريد دي ملاعب فيها تعالب وده مصر لعيبة ومناشر ويعني على اللعب يعين علي شجعوا بحماس لولاد الايه دول اجدع ناس لولاد الايه والقلب راس ولاد الايه احساس وحماس لولاد الايه ايه دي كباتل نزلت شاغب والكورة غالب او مغلوب ده تحاليل فيديو اوديو لحاجات ماشية بالمقلوب وتعالوا هنشوف حكايتهم ايه ده. هو بيعمل ايه ده يا شوقي؟ انا مش فاهم يا كابتن. طب بعد ما يخلص التدريب ابقى ابعتهولي. يلا يا جماعة نكمل، محدش يقف. يا سيد ادي الكرة لزيدان علشان تكملوا التدريب. يلا يلا يا جماعة. طب استنى يا حضري قبل ما تقفل اخد الموبايل بتاعي. يو يا سيد التدريب الجاي بقى. سلام. ايه ده، هو انا كل تدريب هشتري لي موبايل؟ افهم بقى واحده واحده يا كابتن سمير. مفيش حاجه، لعيب وبيحب اللعبه وبيجتهد علشان يبقى احسن. انا مش هتكلم، انا هخلي الكابتن احمد سليمان هو اللي يتكلم. ما تقولي يا احمد انت عايز عزومه. هو الحضري بيتدرب كويس، واول واحد ينزل ارض الملعب واخر واحد بيخرج من ارض الملعب، لعيب متفاني جدا. امال ايه بس المشكله؟ المشكله انه بعد ما بيخلص تدريب بيقفل الجون وياخد المفتاح ويمشي. ايه يا ست نانا، اعذريني، ممنوع الدخول. انا لو على بيتي ادخلك فورا. يا شبكة اسمعني، انا لو عرفت اخد اخبار من مكتب سمير بيه هيبقى ليك الحلاوه. إيه؟ ما بحبش الحلاوة. طيب أدي لك فلوس وانت تاكل اللي انت عايزه، بس سيبني أعرف الحقيقة. أوف أوف، ده ايه الناس دي؟ مش كده يا كابتن سمير، اهدى يا كابتن أرجوك. طب اهدى بس يا كابتن، اهدى شوية. ما ينفعش الكلام اللي بيحصل ده يا كباتن. يعني ايه الحضر يقفل الجون ويروح؟ افرض انا عاوز حاجة من الجون استنى لما الحضر يفتح. يا عبد الواحد ما تعملش في نفسك كده يا اخي، كل عقده وليها حلال. ايه اللي عقدتي انا يا احمد؟ انت عارف يا احمد انا ما شفتش الشبكه من قد ايه، من كام سنه مش فاكر. بس يا كابتن انا ابتديت انسى شكل الجون. طيب انزل تعشى معانا وهتتحل. انت عايزهم يبصوا ويقولوا عليا حارس المرمى اللي ما شافش الجون اهو. لا يا كابتن انا مش نازل. هي اللي ما شفتش المرمى في وجودك يا حضري. ما تعملش في نفسك كده يا كابتن، امشي يا حضري، امشي يا حضري. ما تخافش يا حبيبي. عيب كده يا عبد الواحد، ما يصحش الكلام ده، ما يصحش. انت ايه اللي موقفك هنا؟ انا ناسي، بس انا صعب عليا الموقف يعني. طب يلا اخرج من هنا حالا. انا مش فاهم هم قارسين ملحتي ليه. يا عبد الواحد ما يصحش الكلام اللي انت بتعمله ده، فوقت علينا شبكه.
ما هو ده اللي مصبرني على بعدي عن الشبكة، كمان عايز تحرمني منه؟ يا كابتن أنا نسيت السطر وابتديت أرقص. طب ما تروح تتدرب في الجون التاني. أجاره مفروش يا كابتن، أجاره مفروش. وبعدين أنا نسيت الصد يا كابتن، نسيت الصد، تصدق دي؟ لا أنت حالتك صعبة خالص، أنا نازل أتعشى، ويا بيت يا بيت تغير رأيك. في إيه؟ إن أقف حارس مرمى؟ لا أنا تحت في المطعم. طب أحط للحضري منوم وانزل أنا ولو تدريب حتى؟ إيه؟ هو الجون شكله ايه دلوقتي ولا اتغير عن جوان زمان؟ انت فين يا شبكه؟ شبيك لبيك سدك دين ايدي، عايزني في اي مصلحه؟ انا مش فاهمه اصلا انت عايز ايه بالظبط. بسيطه، نقول من تاني، عايزك تعنيلي انا كده على ذوقك لعبد الواحد السيد، عارفاه؟ اعتقد على ما اتذكر. ايه عمل ايه؟ عايزين نغير شكله ويبقى شكل الحضري. اللي قولي لي يا ست ثانيه، اللي انا ممكن ابقى شكل الحضري؟ قوم من قدامي، مخولتني، هو انا ناقصك؟ تعد الأولى من نوعها أن يحتل حارس مرمى المرمى لصالحه ولا يعطي أي فرصة لزملائه أن يستمتعوا بالقعدة بجواره ساعة العصار مثلاً، ولكنه يغلق باب المرمى معطلاً بذلك مصالح اللعيبة مما يؤثر على نفسية اللعيبة. لابد من موقف حازم. آخر حاجة معكم نانا. آخر حاجة. التقرير كويس يا نانا ورائع، ونحن نضم أصواتنا إلى صوت المراسلة نانا آخر حاجة. نرجو من المسؤولين الرد، وطاب مساءكم. الله، أنت بتقول يا نجم، ما تعقل كده وتتكل على الله، سحر إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت هتغني لي؟ سيبني يا سيد، أنا روحي بقت بتروح مني لما بشوف أي شبكة، سيبني بقى. لا حول الله، هي بقت كده ولا إيه يا نجم؟ بتدي ودنك لشبكة؟ شبكة حبيبي، جبت لي المطلوب؟ طبعا، بس عايز أحذرك من سوء الاستعمال. بس هات العمل بس. بص يا كابتن، متهيألي كده إن في حد غريب ومش من دمك واقف جنبك. يا سبحان الله، عرفت منين؟ ويعني كان جاب التايهة عبد الواحد صواميله فكت. مالك يا سيد؟ عبد الواحد يا سيدي موصي شبكة يعمل له عمل عشان يقف جون، تخيل، مع ان انا قلت له هعمل لك عمل روش يخليك تقف في الجون ما تقعدش. عمل؟ ده تجنن ده ولا ايه؟ هو في كده واحنا في القرن 21؟ تعال تعال معايا ما نشوف. بس عايز اوصيك، اياك اي حد يفتح العنل قبل منك، هيدخل له هوا. العنل لما بيدخل له هوا بيفسد، وانا ما برجعش ولا بستبدل اي عنال. عمل ايه ده يا راجل يا خلل انت؟ اوعى ايدك كده. حازم ايه العمل هيدلق؟ اوعى تفتحه يا كابتن، اوعى تفتحه. يا سلام، هيجرى ايه يعني؟ دي ورقه ومكتوب فيها اي كلام، اهو اتفتح اهو، ولا حصل اي الله الله، انا جرالي ايه؟ زيدان، مالك يا زيدان؟ في ايه؟ مش عارف، حاسس كده. مش حاسس لك هذا انتقام السحر والشعوذه. شفت يا كابتن؟ ده بيهزي، لا حول ولا قوه الا بالله. انها سليمه. انت اتجننت انت هو ولا ايه؟ نرجع لموضوعنا، انت كلمتهم؟ بقى كده يا ست سنية مدياني عمل مضروب، اعمالك كلها زبالة. يا عبد الواحد، يا عم النجم، ما تعملش في نفسك كده، بكره تفرج ان شاء الله، وانا هكلم لك الحضر يلعب شويه ويلعبك شويه.
طب لو سمحتوا سيبوني دلوقتي، أنا مخنوق. ما هو الطيب في الزمان ده يتعامل فيه أكتر من كده. يعني أنت كمان ما تخلينيش أروح أضربه وأجيب لك زمارة رقبته. يا عم صلى على النبي، ما تبطل يا عمرو، ما تسخنش الراجل. اهدى كده يا نجم. أنا مالي يا عم، بس الحق يتقال، اللي ليه حق ومش عارف ياخده يستاهل اللي يجراله. أنا ماشي يا عم أنت وهو، بس أنا لو منك يا عبد الواحد أخد طاري. يا عم النجم أنا عايزك تهدى كده وسيبك من كلام عمرو، وإذا كان على العمل اللي باظ يا سيدي أنا ممكن أسهر لك النهاردة وأعمل لك غيره. أنت بتتريق يا سيد؟ أنت بتصغر لي كده ليه يا عم أنت؟ أنا بضحك معاك. يا عم أنا سايب لك الأوضة ونازل، هو الحضر يضايقك وأنت تطلعه على جتتي؟ والله وبقيت أضحك يا عبد الواحد، وكل ده منك أنت يا حضري. بكرة يحلها ألف حلاه. ما هو الطيب في الزمان ده يتعامل فيه أكتر من كده. وأنا هكلم لك الحضر يلعب شوية ويلعبك شوية. اللي ليه حق ومش عارف ياخده يستاهل اللي يجراله. والله وبقيت أضحك يا عبد الواحد. أنا عايزك تطلع لي دورين بالجون ده، أهو الواحد يعمل الدور الأول لولاده وأجر الدور الثاني، محدش ضامن بكرة. ايه اللي جايبك انه وحيد يا عبد الواحد؟ وهو دي اليوم اللي اخد منك الطار يا حضري. قفلها بالمفتاح، خد الجن لوحده خلاص وارتاح. الحضري قفلها بالمفتاح، خد الجن لوحده خلاص وارتاح. ما توحد الله الواحد يا حضري، وسيب اخوك عبد الواحد يقف معاك من نفسه يومين، مش انتوا الاتنين واحد. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. كابوس كابوس فظيع. الحمد لله، سامحني يا حضري. 5 4 3 2 اكشن. ايه احنا مش بجد؟ لا 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 كده. انا عايزك تطلع لي دورين بالجون ده، اهو الواحد يعمل الدور الاول لولاده واجر الدور الثاني. ايه يا باشمهندس، لما الترابيزه وقعت امال هتطلع بالدور الثاني ازاي؟ انتاج غير لنا الترابيزه دي. بص بص بص، ايه رايك بقى؟ معانا خط النص ناس مروقه، اما خط الظهر مش ناقص ترياقه، وهم الناس بحكم جنبنا. لا يا ولادي ايه، وبكره تشوفوا هنجيب لكم ايه.